بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. قريت حكايه معبره عن خلق الامانه، الحقيقه هحكيها لكم لان هي شويه بتعبر عن حالنا دلوقتي. الحكايه بتحكي يعني عن راجل فقير مراته بتصنع في البيت زبده، وهو بيبيع الزبده دي. مراته بتعمل الزبده على شكل يعني كور، كل كوره وزنها كيلو، وهو بيبيعها البقال جنبيهم وبيشتري بتمنها حاجات للبيت. في يوم من الايام البقال اللي بيشتري منه الزبده شك في وزن الزبدة، فلما وزن الكورة لقاها 900 جرام بس مش كيلو. فطبعا هاجوا ماجوا، قال لك لا، الراجل ده ما عندوش أمانة، ده بيغش في الميزان وبيبيع لي الزبدة على إنها كيلو وهي 900 جرام بس، ده أنا هعمل فيه وأسوي. فلما الراجل الغلبان ده تاني يوم جاله قال له أنا مش هشتري منك تاني يا غشاش يا اللي بتغش في الميزان. فالراجل الفقير بيع الزبدة زعل في نفسه كده ووطى راسه في الارض وقال له يا سيدي يعني احنا ناس فقراء، انا اصلا ما عنديش ميزان في البيت، انا اشتريت منك قبل كده كيلو سكر وعملته هو المثقال بتاعي اللي بعد كده بقيت اوزن بيه الزبده، وبالتالي كيلو السكر هو اللي كان 900 جرام والغش جاي اساسا من عند البقال. وللاسف هو ده حال ناس كتير قوي، تلاقي مثلا الدكتور يسب ويلعن في البياع اللي باع له بضاعه مغشوشه او مضروبه، وتسمع منه كلام حنجوري من عينه الناس ما بقاش عندها ذمه والاخلاق، في حين تلاقي حضرته بيعمل عمليه بالشيء الفلاني والمريض جاله تلوث نتيجه كروته من البيه الدكتور في العمليه اللي هو ما كانش امين وهو بيعملها، وتلاقي المهندس بيشتكي من كروته الدكاتره وجشعه، وتلاقي نفس ذات المهندس ده بنى عقار وقع على دماغ اللي فيه، وتلاقي المواطن بيضرب كف على كف من الغش في البنى والعماير اللي بتنزل على دماغ الناس اللي ساكنين فيها، بس حضرته موظف بيزوغ من شغله أو بيعطل مصالح الناس إلا في حالة لو ادوله رشوة، وتلاقي المدرس كاتب على السبورة بالبنط العريض الأمانة والمفروض إنه يشرح الدرس بما يرضي الله، فتكتشف إنه غير أمين بالمرة لا على الطلبة ولا على المنهج اللي مسؤوليته إنه يشرحه ويبسطه، وتلاقي ضابط المرور بيلعن في همجية السواقين وانهم يعني مش امنة في السواقة، في حين ان هو حضرته طلع رخص كتير قوي لناس غير مؤهلة انها تسوق، وتلاقي الست ممكن تشتم في الشغالة وتقول عليها حرامية عشان بتخنصر فلوس من شنطتها، وهي نفس الست دي بتخنصر من محفظة جوزها بنفس الطريقة اللي الشغالة بتخنصر بيها فلوسها، وتلاقي صحفي بيكتب وينقد ويكشف الفساد وهو غير أمين مع القراء لأنه متأكد أنه 3/4 اللي كاتبه ده إشاعات وتصفية حسابات. عدم الأمانة هي آفة المجتمع دلوقتي، وعدم الأمانة هي الحقيقة اللي مدخلنا في الحيط في التعليم والصحة والمرور وغيرهم من المؤسسات اللي طايلها الفساد والمحسوبية والإهمال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما معنى أن نؤدي الأمانات إلى أهلها؟ هل فقط الأمانة المادية؟ ولا الأمانة في كل شيء حتى أمانة الكلمة؟ هنسأل فضيلة الشيخ محمود عاشور عضو مجمع البحوث الإسلامية، لحضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.